تنظر محكمة النقد في تلك الأثناء الطعون المقدمة من 67 متهما باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات على قرار إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يوليو الماضي بإعدام 28 متهما لإدانتهم باغتيال النائب العام، كما عاقبت المحكمة 15 متهما بالسجن المؤبد وثمانية متهمين بالسجن المشدد ل15 سنة و15 متهما بالسجن المشدد ل10 سنوات. ليس عما يطلب